طيب كلنا بقى تعالوا ندخل اكتر. 7 بشريات، 7 بشريات في ليلة القدر. لو شاهدنا ليلة القدر تاخد ال7 بشريات. البشرة الأولى، وكلهم طالعين من كلمة القدر، من ليلة القدر، من اللي قال لنا النبي عليه في ليلة القدر. أول حاجة تحصل عليها في ليلة القدر هي ليلة الفتح الكبير. ليلة القدر ليلة الفتح الكبير. جبنا منين الكلمة دي؟ من كلمة القدر. هو كلمة القدر معناها إيه؟ الضيق الذي يولد منه السعة. إيه ده؟ دي كلمتها في العربية؟ دي كلمتها في العربية. عشان كده دايما طريقة ربنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم إن من قلب الضيق، من جوه الضيق نفسه، السعة الكبيرة، غار حراء. ما هو من الغار الصغير دون كان رسالة الإسلام العظيمة، غار ثور. ما هو من الغار الصغير دون كانت الهجرة وانتصار الإسلام، أهل الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إيه ده؟ دي طريقة ربانية. من قلب الضيق يولد السعة. طب وهو كلمة القدر يعني إيه؟ ما هي ليلة ضيقة في عدد ساعتها، ليلة محدودة. ما هو كلمة القدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ايه؟ يضيق. طب هو ليه ربنا بيقول لنا ليلة القدر ليلة ضيقة؟ شفتوا صغيرة قد ايه؟ شفتوا محدودة قد ايه في عدد ساعتها وزمانها ومكانها؟ منها عمرك كله خير من 1000 شهر. فهي ليلة الفتح الكبير. ادعي للذي بالفتح يا جماعة، اللهم افتح لي السنة الجاية فتح كبير. أيوة دي ليلة فتح، دي ليلة فتح، لأن من معاني القدر ضيق يولد منه سعة كبيرة. وهو كلمة خير، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ده معناها من الليلة الصغيرة دي أكتر من ال6 ساعات دول أكتر من 1000 شهر. يبقى البشرى الأولى هذه ليلة فتح في حياتك، الليلة دي هتغير حياتك. أنت مش أنت بعد الليلة دي، أنت شهدت ليلة القدر، مبروك حياتك اتغيرت. حياتي اتغيرت يعني سيقذف في قلبك من الإيمان ما يجعلك من أهل الجنة بعد كده. خلاص خير من 1000 شهر عبادة، مش معناه ما تعبدش بعد كده، بس ستعطى في هذه الليلة ما لا تعطى في 1000 شهر. شفت صغيرة قد إيه؟ ادعي بالفتح. نفسك يفتح لك في إيه؟ رزق. نفسك يفتح لك في إيه؟ إزالة ظلمة. نفسك يفتح لك في إيه؟ جواز بنتي. نفسك يفتح لك في ايه؟ فلوس كتيره. نفسك يفتح لك في القرب من ربنا. معاني الفتح تتحقق في ليله القدر. يا جماعه ركزوا، ليله كبيره قوي، ليله غاليه قوي، ده المعنى الاولاني في ليله القدر. المعنى الثاني في ليله القدر، القدر من القدر. هذه الليله يكتب فيها قدرك للسنه الجايه. تخيل انت قاعد بتصلي الان وقدرك يكتب. ما هو كله مكتوب عند ربنا منذ الأزل، ينزل في صحائف الملائكة، ينزل إلى عالم التنفيذ للسنة الجاية في ليلة القدر. يا ترى بيكتب إيه الآن؟ طب يا ترى، ما ممكن يكون بيكتب حلو وممكن يكون يكتب وحش. معقولة في ليلة ربنا بيحبها وانت رايح له عابد بين يدين طبيت ولا إيه؟ أكيد بيكتب حلو طالما انت عبده في ليلة هو بيحبها والآن يكتب القدر. رب راضي وعبد عابد متوسل إلى ربه، وليلة غالية خير من 1000 شهر، والقدر يكتب الآن. ممكن تقول لي بحسن ظنك بالله وبمعرفتك برب العالمين هيكون قدرك بيكتب إزاي؟ إذن هي بشرى. لو حضرت ليلة القدر عابدا اطمئن السنة جاية حلوة. يبقى الأولى ليلة فتح، التانية انبسط إن السنة الجاية، استبشر السنة الجاية هيكون سنة حلوة، لأن قدرك يكتب الآن. مش ممكن هيكتب وحش وانت عابد ليه في ليلة هو بيحبها. الله على المعنى ده، لا هعبد قوي واستبشر بالسنة الجاية. ده المعنى التاني. المعنى الثالث والرابع والخامس متصلين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة. واللي عرفنا ال3 بشريات دي هم السيدة عائشة، وسر من أسرار ليلة القدر. يا رسول الله، أفرأيت إن أدركت ليلة القدر فبماذا أدعو؟ قال أكثري من الدعاء. ويبقى الدعاء مهم جدا في الليلة دي. أكثري من الدعاء، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،
قولوا يا بلال قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فع. دي وصية نبيين لينا في الليلة دي. ما وصانا نبيين في الليلة دي بشيء أكتر من الدعوة دي. قولوا يا جماعة أو امسكي سبحتك وقول يا عفو وعفو عني يا عفو وعفو عني يا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني. ووصاها لمين؟ لمراته، وكأنها وصية عائلية جدا جدا جدا، وهي اللي نقلتها لنا كلنا. اللهم إنك وتحس إن الدعاء كله ما فيهوش إلا كلمة واحدة، عفو تحب الإيه ف عفو. خلاص خلص الدعاء ده الموضوع. وكأن سر ومفتاح الليلة دي اسم الله العفو. والعفو في اللغة له ثلاث معاني كلهم بشريات. العفو المعنى الأولاني العفو بمعنى المحو والطمس، أستيكة ما حصلش. لا خلي بالك، في فرق إن الذنب موجود ومش هتتعاقب عليه، وفي فرق إن الذنب مش موجود. صحيفة مليانة والعياذ بالله سيئات مكتوبة، مليانة السيئات مكتوبة كويس. الصحيفة دي هتيجي يوم القيامة، اقرأ يا عبدي كتابك، عملت كذا يوم كذا وعملت كذا ويوم كذا وعملت كذا يوم كذا وعملت كذا، كله مكتوب، كله مكتوب، سيئات 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 مكتوب في آخر الصحيفة، فلان غفر الله له. معناها إيه؟ لن يعاقب، سيستر ولن يعاقب، بس الذنب مكتوب. ده معنى اسم الله الغفور. طب ما للعفو يعني إيه؟ ما حصلش. أنت طول السنة بتقول اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا، لكن ليلة القدر اللهم اعفو عنا. ليه؟ العفو أعلى من المغفرة. أسماء الله الحسنى مش متكررة. اسم الغفور مش هتتعاقب يوم القيامة، مش هتخش النار، بس الذنب مكتوب محطوط. يقول الله تبارك وتعالى أدن عبدي يوم القيامة أتذكر ذنب كذا، ويرخي عليه ستره، لأن المغفرة فيها ستر. أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، فيظن العبد أنه هالك، فيقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. دي مغفرة، ده اسم الله الغفور. طب ما للعفو إيه؟ أنت مغلطتش أصلا، يعني إيه؟ ما أنت حضرت ليلة القدر، اتمسح الذنب. أيوة بس أنا فاكره، هتنساه يوم القيامة. أيوة بس الملائكة كتبته، هيتمسح من صحائف الملائكة. الصحيفة مش هيجي فيها كلام، الصحيفة مش لاقي صفحة بيضة في الكراسة بتاعة التحضير، الصحيفة هتيجي بيضة. ما حصلش ما حصلش، لكن الحسنات مكتوبة، لكن صحيفة السيئات تيجي بيضة. انت ما غلطتش، فلان عفى الله عنه. يا نهار أبيض، طب ويوم القيامة لا تعاتب عليه لأنك ما عملتوش. يعني إيه؟ نسي الذنب كأن لم يكن، ولا يوجد ذلك إلا في ليلة القدر. الله، لا يأتي كلمة العفو في القرآن إلا مع الذنوب الكبيرة جدا جدا جدا. بني إسرائيل عبدوا العجل ثم عفى الله عنهم. الصحابة اللي سابوا النبي في غزوة أحد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. العفو لازم يجي مع الحاجات الكبيرة جدا علشان ما تتخيلش. طب وحتى الكبائر أكبر حاجات، العفو هو اللي يعني إيه؟ أنت عايز تقولي إن كل اللي فاتت مسح في حياتي؟ لو أنا كنت شهدت للادي ليلة القدر عابدا حاسس بربنا آه. طب والكبائر؟ والكبائر يعني أنا مغلطش وربنا مش هيسألني عليها يوم القيامة أبدا، وتشال وصحيفتي رجعت بيضة بيضة. يلا نبدأ من جديد، أنت مغلطش، يلا صفحة بيضة، يلا يلا نقلب العداد يصفر من الأول ونبدأ من جديد، بس حسناتك زي ما هي. يعني لو قالنا طب هنشيل السيئات والحسنات موافقين، لكن حنين قوي، الحسنات زي ما هي بس السيئات صفر. تقول العرب عفت الريح الأثار، في أثار أقدام جت الريح عفتها، مش موجودة. يبقى أول جايزة في ليلة القدر ليلة الفتح الكبير، تاني جايزة في ليلة القدر قدرك يكتب الآن إن شاء الله سنة كلها فرحة وخير، تالت جايزة عفو عن كل ما مضى وفات. خلاص أنت ما غلطتش. أيوة بس العفو له كلمة تانية في اللغة، له معنى تاني في اللغة، العفو بمعنى الرضا. يعني إيه؟ ما هو مش الذنوب اتمسحت مش موجودة، يبقى ليه ما يبقاش راضي؟ ما أنت ما غلطتش. ما هو ما هي لو لسه موجودة، ما هو المغفرة لو ربنا غفر لك ممكن مش راضي، مش هعاقبك بس مش راضي عنك، حتى بيحصل مع أهلك المعنى دوت. لكن تروح لأمك
تقول لها سامحتيني، تقول لها تقول لك سامحتك، تقول لها يعني راضيه، تقول لك لا، تقول لها يبقى ما سامحتنيش، صح ولا لا؟ من مستلزمات العفو والرضا، لان اذا كان الذنب مش موجود يبقى ليه مش راضي؟ قولوا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو، تحب، شوفوا تحب العفو فاعف عنا، يبقى راضي. الله، يعني مش بس شال كل الغلط، كل ده في ليلة. مش بقول لك خير من ألف شهر، انت جاي له بعشرين سنة بلاوي اتشالت كلها في ليلة، وبما انها اتشالت كأنها مش موجودة وانت واقف بين ايديه فهو راضي عنك، فقدرك بيكتب حلو. ومش كده وبس، وحيكون من الليلة دي باب فتح كبير للمستقبل. يا رب كل ده ليه؟ عشان انت عبده وعايز يدخلك الجنة، عشان انت عبده والدنيا صعبة وهو هيعوضك عن الألام اللي فات، عشان ما تجيش تقول يا رب فين كل اللي بيحصل لي، اهو ليلة القدر اعبدني. لا بس لسه العفو له معنى تاني. العفو في اللغة بمعنى المحو والطمس، وبمعنى الرضا، وبمعنى العطاء بلا حساب. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني ايه ننفق؟ ايه انفقوا بلا حساب عشان اديكوا بلا حساب. دي فين الآية دي؟ سورة البقرة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كنت أقراها مش فاهم، لازم ترجع تفهم معنى الكلمة. العفو العطاء بلا حساب، ادوا الناس كتير عشان اديكوا كتير. إذن العفو له ثلاث معاني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. العفو يمحو ويمسح كل ما مضى وفات. العفو الرضا. العفو العطاء بلا حساب. والثلاثة لهم علاقة ببعض. مسح كل اللي فات، إذن هو راضي. راضي يبقى ليه ما يديكيش بلا حساب؟ لا، عطاء بلا حساب يعني باللي بدعيتي بيه واللي ما دعيتيش بيه. دعيتي خلصتي دعواتك، بس احنا عندنا حاجات تانية هنديها لك. عطاء بلا حساب، مش عطاء بما طلبتي. عطاء خير من ألف شهر. حلوة حلوة ليلة القدر يا رب. يا رب أشهد، يا رب لو الليلة دي ليلة القدر اكتبنا ممن شهدوه. قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو فاعفو عنا هذا العام وأشهدنا ليلة القدر يا رب العالمين. تاني خمسة لغاية دلوقتي، ليلة فتح كبير للسنة الجاية كلها. اتنين، ليلة يكتب فيها قدرك بكل خير لأنك عابد لله وهو راضي. تلاتة، محو كل ما مضى وفات كبائر وصغائر. أربعة، راضي عنك. خمسة، عطاء بلا حساب. ستة، ليلة إجابة الدعاء. عطاء بلا حساب غير إجابة الدعاء. ده الملائكة نازلة تأمن على دعائك. ادعي يا رسول الله أكتر حاجة أكثري من الدعاء، خاصة ده، بس أكثري من الدعاء، وأنت موقن أن هذه الليلة سيتحقق لك ما يتمنى، وأنت ضامن. لكن إمتى؟ عندما يريد، في التوقيت الذي يريد، لا في التوقيت الذي تريد، وبالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي تريد. لكن كل دعوة نطقت بيها وألهمت بيها وجرى بها لسانك في ليلة القدر هي دعوة ستتحقق. مبروك، طالما لسانك جرى بالدعاء في ليلة القدر مبروك، هيحصل إن شاء الله على طريقة الله، وهي أحسن من طريقتك. أو تحصل زي ما هي، أو تحصل النهاردة، أو تحصل في نفس اللحظة، أو تحصل بعد أسبوع، أو تحصل يوم العيد، أو تحصل بعد سنة، لكن الوعد تحقق. خلص الكلام، أنت دعيت في ليلة القدر. أنت بتقول إيه؟ ملايكة بتأمن، جبريل يؤمن، أنت بتقول إيه؟ الجائزة الأخيرة ليلة العتق من النار. أنت مش هتخش النار بعد ما حضرت الليلة دي، أنت من أهل الجنة. مبروك، اسمك يكتب الآن في أهل الجنة. ولله عتقاء من النار في رمضان كل ليلة، فإذا كانت ليلة القدر أعتق بقدر ما أعتق في الشهر كله. عتق عتق عتق. يلا جنة، يلا جنة، يلا جنة. يا رب، يا رب اكتبنا من أهل الجنة. يا رب.